أسعد الله مساكم أعزائي المشاهدين، ويا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامج زوايا اللي يطل عليكم يوميا خلال شهر رمضان الفضيل. من خلال هذا البرنامج راح نتطرق فيه على أبرز المواضيع والقضايا اللي تهم الشارع الرياضي، واللي نتمنى أن تحوز إن شاء الله على رضاكم وإعجابكم. موضوع حلقتنا لهذا اليوم راح نتكلم عن صرح يحمل تاريخ عريق وأبطال ونجوم لا يمكن نسيانهم، مثل المهاجم الفذ نواف جديد والمدافع الخلوق وائل سليمان والكثير أيضا من أنجبتهم بطولات القصر الأحمر. إلى هنا مشاهدينا أتوقع عرفتوا موضوع حلقتنا لهذا اليوم، لكن خلونا نتعرف على معلومات أكثر من خلال هذا التقرير وراجعين لكم في زوايا. نادي الشهداء، أتت تلك التسمية لما قدمته منطقة الجراء من تضحيات في سبيل رفعة الوطن وبقائه حصنا منيعا بوجه كل من تسول له نفسه زعزعة أو امتلاك بقعة منها. فقد تأسس ذلك الصرح في 4 من ديسمبر عام 1966، وقد ضم ذلك الصرح العديد من المسميات مثل نادي القصر الأحمر وقرية الجهراء، وصولاً إلى تسميته بنادي الجهراء منذ عام 1979 وحتى يومنا هذا. وقد اقتصر بنحو كبير على جلب النجوم من أبناء المنطقة، فمن منا لا يذكر المبدع وائل سليمان والمتألق نواف جديد والحارس الفذ فلاح دبشة والمخضرم خالد الجرالة، فضلاً عن عدد كبير من اللاعبين ذوي الصيت الشائع أمثال ضويح العجمي وسلطان عطشان وسلامة هادي وخالد سهيل والقناص خلف السلامة. أما على صعيد إنجازات أبناء القصر الأحمر، فقد تمكن بعض أولئك الفرسان سالفي الذكر من تسطير أروع الملاحم بموسم 1989-1990، حين تمكنوا من إحراز لقب الدوري إثر تحقيقهم 11 فوزاً وسبع تعادلات وتلقيهم لثلاث هزائم فقط، لتكفل لهم 29 نقطة وضعتهم على رأس الفرق الكويتية الكبار المتصارعة على اللقب أمثال القادسية والعربي والكويت، ومنها إلى مسابقة كأس حضرة صاحب السمو أمير البلاد، حيث تمكن أبناء الجهراء من الوصول إلى المباراة النهائية بالأعوام 1996 و2002 و2013، حاصدين على إثرها وصافة أغلى الكؤوس بعد خسارتهم على يد كل من العربي والكويت والقادسية. وفي نهاية حديثنا نسترجع الماضي لنستذكر رجالا حملوا اللبنة تلو اللبنة من أجل إقامة ذلك الصرح العريق وتطويره والاهتمام بنجومه وأساطيره، وعليه فلا بد أن لا ننسى ونستذكر عددا من العوائل الجهراوية التي قدمت الغالي والنفيس الذي لا يمكن اختزاله في سطور معدودة بمرحلة قبل وما بعد تأسيس النادي، ليبقى اسم تلك الواحة الخضراء باقية على أمد العقود السابقة وحتى يومنا هذا كمدافع شرس عن أرض الوطن والرياضة الكويتية تحمل راية عالية عنوانها أبناء القصر الأحمر. رجعنا معكم مشاهدينا بعد ما شاهدنا هذا التقرير الخاص بنادي الجهراء، وعرفنا أيضا أبرز رجالاته ونجومه الملقب بأبناء الشهداء، لكن خلونا نتعرف وياكم مع رأي أبناء القصر الأحمر في ناديهم والمعقل والحصن المنيع اللي يحمل في جعبته تاريخ وإرث عريق منذ بداية تسميته بنادي القصر الأحمر إلى الشهداء وصولا إلى الجهراء. هنشوف معكم هذا الاستطلاع ومن ثم لنا عودة وياكم في زوايا. والله احنا نتمنى كل شيء حق الجهرة، بس ان اخر بطولة خذها الجهرة سنة 90، ومن بعدها ان شاء الله في تطورات محترفين، التبديل مع محترفين، الامور هذه عندنا هنا حاليا يوسف شابد سويت ويوسف منديل كرة طائرة، اي ابراهيم، اي في كذا لعيبة يعني مع
معسكرات محترفين، الامور هذه الاداريه، الامور الباقيه كلها تحتاج اي نادي يعني عشان نحقق بطوله. بسم الله الرحمن الرحيم، بنتكلم عن نادي الجهره والتاريخ والسيره الذاتيه الجميله لنادي الجهره. انت حدثنا عن بطولات في كره القدم وكره السله وايضا كره الطائره. انت تذكر ايضا زمن الجميل ان نواف جديد الرئيس الحالي لنادي الجهره كان لاعبا مميزا في نادي الجهره، ان كان على مستوى كره قدم او على مستوى الاداره. ايضا سهو السهو اللاعب كره السله ايضا كان يمثل منتخب الكويت. نادي الجهره كان يقذي المنتخبات على مستوى كره القدم، كره الطائره، كره السله، حتى في الالعاب الفرديه نادي الجهره كان مميز. ايضا الان نادي الجهره لديه لاعبين يغذي الانديه الخارجيه، على سبيل المثال فيصل زايد المنتقل في صفقه جميله الى نادي الكويت. وايضا نادي الجهره الان متواجد في كره السله في المربع الذهبي، ايضا متواجد في العاب جماعيه كثيره. نادي الجهره منطقه يعني مليئه في السكان. نادي الجهره لديه القدره انه يعود من جديد بعد العمل الان في عمل التفرقات لجميع اللاعبين، ان يكونوا متفرقين الى الالعاب الجماعيه او الالعاب الفرديه. الان توجه حكومي كامل لعوده الرياضه بشكل عام للكويت، ونتمنى يعني بالذات لنادي الجهره ان تعود الى زمنها الجميل. شوف، نادي الجهره كان يعني بالسابق كان يزهر بالنجوم، وخذ الدوري من 3 اقسام، وكان اغلب يعني على مر السنين اختيارات المنتخب كان اقل شيء منها 3 أو 4، وكان عندهم مواهب، وكان من تحت 15 للفريق الاول كانوا ينافسون، مع ان المنطقه عدد سكان كثافه فيها. لكن الان اصبح شنو؟ قله الدعم، الجيل ما هو متوجه للرياضه الان عكس قبل، عرفت؟ فهذا ادى الى هبوط مستوى نادي الجهره واجد واجد. يعني احمد عبد الكريم، نواف جديد، مطير شرقاط، نايف جابر، نواف جابر، اسامي كثيره للجهره. يحتاج طال عمرك الاهتمام الاداري اول شيء والدعم، ومع التخطيط كامل من تحت 12 للفريق الاول، يهتمون في المواهب والمدربين. اهم شيء قلت لك انا اداري، مدرب، لاعب، هذا كله يؤدي لرفع مستواه ويعطي حق الفريق، عرفت؟ لكن ما يصير انا اجيب اللاعب ولا ما اجيب له مدرب، ما اجيب له اداري ناجح، بالعكس اجيب له مدرب ناجح، اداري ناجح، بالاضافه للدعم. انا اقول جمهور نادي الجهره يوقف ورا فريقه يدعمه اول والتالي، هذا يمثل منطقه الجهره نادي الوحيد، عرفت؟ فالدعم منهم وتشجيعهم لهم هذا بالعكس يعزر منهم يصعد لمستواهم لفوق. ومن بعد ما شفنا معكم هذا الاستطلاع الجميل، وصلنا معكم مشاهدينا إلى نهاية حلقتنا اليوم، على أمل بإذن الله نلتقي وياكم غدا على الخير والمحبة. وإلى ذلك الوقت تقبلوا تحيات طاقم عمل برنامج زوايا، وتقبل الله صيامكم وقيامكم، ونشوفكم على خير. مع السلامة.